انا ما فهمش حتى فايل بالعكس انا بعدا حكيم هو الكابيتان فهاد ستاج وبغيت نشكره باسكو اللي كيدير الناس عندهم واحد الشوفه ديال حكيم بحال اللي بصراحه ملي كتصوروا ما كيضحكش بزاف كيبان لك بحال واحد الولد اللي ديما ملي كاين واحد لاعب جديد واحد كل اللي كيمشي لعندو كيدخلو في الجو ومع ابراهيم دارها وكيتفاهموا بالعكس واي كويري كيبدا يلعب مع كويري هادشي اللي خصك تعرف مع الصديق ما كيبغيوش يلعبوا دونك بالعكس جوج ديالهم فاهمين جوج ديالهم باغيين يديروا ليستوار مع المغرب وجوج ديالهم عايشين مزيان دونك ما كايناتش هاد العلاقه وعارف شنو باغي يقول مراد دابا حنا عندنا فرقه فريق جديد جايين وبحال اللي حنا كنفتشوا على البوز باش نديروا المشاكل اللي فين ما كانش كلشي غادي مزيان دابا حنا اللي عندنا مزيان تفاهموا واش كيلبسوا بناتهم ولا كياكلوا بناتهم ولا ما عندها تعلق هما ملي كيدخلوا في السوق الثاني كيبغيو يتقاتلوا على ما وكيتفاهموا دونك هادشي غلط والثانية اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.